زي كل يوم نروح نزور قطر، نروح نبص على كأس العالم، نشوف الأجواء هناك عاملة إزاي، ننبسط معاهم بالحالة العظيمة اللي موجودة هناك، من الحالة الجماهيرية الرائعة جدا. نروح لزميلنا المميز دوما محمود شاكر، مراسل التلفزيون المصري برنامج رقم 10 من قطر، نسأله على آخر الأجواء هناك والكواليس هناك. يا حود مشرف ومنور كالعادة، وشكلك متعلق مع جماهير المغربية كالعادة برضه. خلاص هم دول اللي فاضلين لنا بقى في قطر دلوقتي. عامل ايه؟ ده حقيقة يا كريم، برحب بيك اكيد وبرحب بجميع السادة المشاهدين، مشاهدينك الكرام في كل مكان، من هنا من العاصمة القطرية الدوحة تحديدا، في سوق واقف والاجواء المغربية الاحتفالية اللي ما بتخلص من امبارح لحد النهارده. الساعه دلوقتي يمكن في قطر الساعه 2 صباحا، ولكن لسه الاجواء زي ما هي، الناس فرحانه ومبسوطه. يمكن لو انت بصيت يا كريم ورايا هتشوف الباك جراوند عامل ازاي وتشوف الاجواء عامله ازاي، ومش جماهير مغربيه فقط ولكن جماهير السعوديه، وفي اعلام سعوديه واعلام فلسطينيه واعلام مصريه وكل الاعلام البلدان العربيه معايا بعض. طب محمود الاول عشان اعيش معاك الاجواء، هي الزحمه اللي وراك دي ايه؟ دي التجمع الجماهيري ده ايه؟ سوق واقف يا كريم عباره عن ان كل شويه مجموعه من الجماهير جايبه مثلا كاسيت كده كبير قوي او سماعه بيشغل اغاني بالظبط، سماعه كبيره، وماشيين يتمشوا يقعدوا يعملوا بقى لفات كده في كل حته، ومش الناس واحده بس، لا يعني اربع خمس جروبات مجموعات دايما يقعدوا كده على طول يلفوا. فاللي ورايا ايه، واحد كان جاب كاس عالم كده صغير كده مجسم ليه، حطه وشغل المزيكا، الناس كلها اتلمت عليه، يعني بالظبط من 10 دقايق ما كانش في اي حد ورايا، ولكن هو شغل المزيكا كله دخل يخش يرقص، وكله والناس بقى، حتى في ناس خلايجه كتير قلعت الغطره والعجاله وقعدت ترقص. فالاجواء هنا جميله جدا، وسوق واقف زي ما بقول دايما ما بينامش يا كريم. يلا معايا اهو بعض منا جماهير المغربيه، وعاوز اسالهم اكيد. توقعت بصراحه توقعت المنتخب المغربي قبل البطوله ما تبتدي خالص ان احنا النهارده نكون بنحلم ان ممكن يكون في منتخب عربي افريقي يكسب كاس العالم؟ توقعت وليد الاجراجي ورجاله وليد الاجراجي يروحوا سيمي فاينل دول الاربعه؟ متوقع ناس، بس تمنينا نوصلوا لهي المستوى ان شاء الله، ونوصلوا اكثر من هيك ان شاء الله. طب امتى اكثر وقت حسيت ان المنتخب المغربي قريب قوي ان هو ممكن فعلا يروح لاكثر من دور 16 ودور الثمانيه؟ يعني المباراه الاولانيه بتاعت اسبانيا بتاعت بلجيكا اول مباراه تبعت بلجيكا، حسينا انه المنتخب ان شاء الله المنتخب المغربي راح يروح قدام، راح يعمل يعني شيء مفاجاه يعني. طيب عاوز اسالك انت سؤال بقى محمود، انا عايزك تسالهم عن توقعاتهم لمباراه فرنسا، قوه فرنسا الكبيره، واثقين ان المغرب ممكن توصل للنهائي، وعايزك تسالهم كمان هل شايفين فكره ان المغرب تاخد كاس العالم ده مجرد حلم، ولا شايفينه دلوقتي ان هو بقى واقع وممكن يقدروا يعملوه؟ المنتخب الفرنسي صاحب بطوله كاس عالم 2018، منتخب قوي جدا جدا جدا، كيليان امبابي والكتيبه القويه دي، مباراه تكون صعبه على المنتخب المغربي، شايف المباراه دي ازاي؟ هل ان شاء الله ممكن نحلم ان المنتخب المغربي يشيل الكاس ودي بقى الحلم لينا كلنا؟ شايف الاول مباراه منتخب فرنسا عامله ازاي؟ المنتخب الفرنسي والمنتخب المغربي كديربي، ان شاء الله غنربحوا في هذه المباراه هذه. علشان فرنسا يعني والمغرب ديربي يعني شايف ان شاء الله المنتخب المغربي قادر ان هو يكسب منتخب فرنسا؟ قادر يربح ان شاء الله، غيكسب ان شاء الله. الحلم بيقرب واحده واحده، كنا بنقول زمان تمثيل مشرف، يا رب العرب يعدوا دور اللي بعده دور ال 16، دلوقتي احنا بنحلم بحاجات كبيره. شايف الحلم بيقرب ولا مش شايف الحلم بيقرب، خصوصا ان المونديال المره دي على ارض عربيه والدعم الجماهيري كبير، الحلم قرب ولا لا؟ انتوا اكتر ناس تحس بالموضوع ده المغاربه، الحلم قرب ولا لا؟ اكيد والله، كما قال الشاب صديقي، يعني مباراه تكون ديربي، يعني كما ربحنا البرتغال وربحنا الاسبان يعني زاد الحلم اكبر، يعني ان شاء الله راح نوصلوا النهائي وراح نكسبوا باذن الله، يعني الحلم زاد يكبر، يعني مباراه بعد مباراه يكبر الحلم ان شاء الله. توقعاتك مباراه تخلص في الاكسترا تايم ولا تخلص في الوقت الاساسي ولا نروح لضربات الجزاء؟ 90% في 90 دقيقة راح تخلص المباراة. يعني خلاص بقى في ثقة دلوقتي يا كريم، شايف جماهير خلاص المغربية بقى عندها ثقة. طب محمود بطريقة كبيرة جدا، محمود معاك يا كريم، أنا عايزك تسألهم واحد واحد بقى، كل اللي واقفين معاك دول، كل واحد يختار لاعب واحد نتيجة. بس يختار لاعب واحد بس شايفه الأفضل للمغرب في هذه البطولة.
هسألكم كلكم، أعدي عليكم واحد واحد، تقول لي أحسن لاعب في البطولة كمجمل من وجهة نظرك. المغرب. أحسن لاعب في البطولة في المغرب. لا لا، المغرب، المنتخب المغربي. ياسين بونو. ياسين بونو صحيح. ياسين بونو. سفيان أمرابط. سفيان أمرابط طبعا. سفيان أمرابط. بونو بونو. وأنت؟ حكيم زياش. قول يا عم معلش يا كريم. بس يوسف مرابط جميل، وانا بحب سفيان مرابط، وانا احب اشكر يعني المغاربه بيمثلونا والقناه الاولى مصر يعني. انت شايف يا كريم كله كان فيه اجماع على طبعا ياسين بونو وسفيان مرابط. طبعا بصراحه كريم كلهم نجوم، شفنا المباراه اللي فاتت. بصير مزراوي مش موجود، ولكن عطيه الله عمل اداء محمود رائع. محمود كل يوم كريم. كل يوم بناخد هتافات من الجماهير المغربيه، هتافات عظيمه جدا من الجماهير المغربيه. بس عايزين نعمل حاجه تانية النهارده. استنى خد ودي معايا، عايزهم النهارده يقولوا مع بعض كده السلام الوطني المغربي. طيب انا عاوز اطلب منكم طلب، عاوز اسمع السلام الوطني المغربي. تقولوا اه النشيد الوطني. من بيت الاحرار ماشيق الأنوار، منتدى السؤدد وحمان، دمت منتدى وحمان، عش في الأوطان للعلا عنوان، ذكرى كل جناح، ذكرى كل لسان، بالروح بالجسد لبني دا في فمي وفي دمي وكتر نور ونار، إخوتي للعلا سايا نشيد الدنيا أننا نحيا بشعار وطن المغرب. طبعا سمعتها كريم، طبعا الناس متحمسة جدا 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 يا كريم، وفعلا الاجواء رائعه ما بيناموش من امبارح والله. امبارح الاجواء كانت اكتر طبعا من كده، ولكن الناس مبسوطه جدا وفرحانه جدا، كله بيعد الايام والدقائق عشان حلم كبير قوي يا كريم بجد. انت مش متخيل هنا الناس والجمهور هنا بيتكلموا في ان احنا ممكن نشيل كاس عالم. احنا كريم حتى حاجه غريبه علينا كلنا، يعني مفاجاه كبيره جدا، ولكن هم ادوا ودود وكل الدعم اكيد للمنتخب المغربي والجماهير المغربيه الجميله اللي كلهم بيحبوا الكوره، كلهم بيفهموا الكوره. وكل يعني عاوز اقول لك يا كريم برضو موضوع ال 5000 تذكره اللي الاتحاد المغربي كان بيحارب عليهم هنا في الماتش الاولاني بتاع اسبانيا، والماتش اللي فات برضو بتاع البرتغال، في دعم كبير جدا وكلهم على قلب رجل واحد، كل الدوله بتدعم المنتخب المغربي. فان شاء الله نتمنى لهم التوفيق والحلم يبقى حقيقه، حلم ان شاء الله يبقى حقيقه. مين الجمهور الاكثر تواجدا الان يا محمود مع الجمهور المغربي في قطر؟ يعني مين الجمهور اي منتخب؟ جمهور الارجنتيني. ارجنتيني اه، لا جمهور الارجنتيني. عاوز اقول لك السوق واقف الصبح بتاع الارجنتينيين، يعني الصبح الجمهور الارجنتيني هنا ما مش قادر اقول لك عامل ازاي. يعني لو غيرت مره ميعاد البرنامج نطلع بدري اشوف الجمهور الارجنتيني عامل ازاي. الجمهور الارجنتيني الصبح بيبقوا هنا مكتسحين الدنيا تماما. بس طبعا عشان كلهم يعني معظمهم بيبقى مش مقيم هنا، انت عارف في مغاربه كتير قوي هنا مقيمين، فبيبقى سهل عليهم ان هم يسهروا وبالعربيات وكده، لان المترو بيقفل الساعه 3 صباحا واحنا دلوقتي يعني 2:15، فبيبقى صعب جدا على الارجنتين او جنسيات ثانيه تقعد. ولسه في شويه جماهير سعوديه بس مش كتير قوي يعني، بس هو الجمهور الارجنتيني والجمهور المغربي. الجمهور الفرنسي قليل، الجمهور الانجليزي كان كتير شويه بس ما كانوش بيظهروا قوي. معظم الجمهور الانجليزي كان جاي في باخره من اكبر البواخر اللي موجوده في العالم وموجوده على طول في المينا، فكانوا بيحضروا الماتشات ويرجعوا تاني. طبعا الجمهور الارجنتيني عامل حفله من امبارح او من اول امبارح على البرازيل، في حفله لوحدها، دي حفله لوحدها، بيمشوا في الشوارع يغنوا للبرازيل. طبعا عاوز اقول لك على حاجه، الارسن المنتخب البرازيلي لو كان الارجنتين طلعت وراها على طول في نفس اليوم ما كانش الموضوع بقى بالاذى النفسي اللي هم معمولين عليه ده. يعني زي ما كريم كنت طالع معاك قبل كده معايا، جمهور البرازيلي والجمهور الارجنتيني دايما في الاغاني بتاعتهم في الاخر احنا تاريخنا احسن منكم، احنا تاريخنا اكبر منكم، ودايما بيليه احسن من مارادونا، والناس الثانيه تقول مارادونا احسن من بيليه، ودلوقتي بقى يدخلوا ميسي في النص. فطبعا لا، هم طيب محمود يعني السؤال اللي احنا لسه سائلينه دلوقتي للجماهير المغربيه، حكمونا شلا نزا رانا في كازا خوا رانا زين راهي طاسه تضرب طاسه هي خرب طاسه خوا رانا زين ما يحكمونا شلا نزا. معاك
طيب انا سالنا الجماهير دلوقتي افضل اللاعبين موجودين فيها المنتخب المغربي، لو قلت لك اختار لي رقم واحد في المنتخب المغربي من وجهه نظرك انت، تختار مين افضل لاعب في هذه البطوله؟ بالنسبه لي انا يعني طبعا يعني باك رايت الافضل في العالم اشرف حكيمي، لان انا شايفه ليدر قوي جدا جدا وبيدي ثقه كبيره جدا جدا يا كريم. مش لازم ان انا اجيب اجوان او اعمل اسيستات، ولكن قوته انت لو تشوفه في الملعب، انا حضرت ماتشين للمغرب في الملعب، هو فعلا الليدر الحقيقي للمنتخب المغربي. وانا بالنسبه لي المنتخب المغربي كله بيستمد قوته من اشرف حكيمي. لولا وجود اشرف حكيمي ما اعتقدش ان كان هيبقى فيه القوه دي والدعم ده. طبعا هم شايفين واحد قدامهم بيلعب في افضل انديه العالم جنب ميسي وراموس، فانا بشوف اشرف حكيمي مستواه ثابت على طول. وهو سوري بقى كريم، حته تحليليه كده، هو اكتر حاجه بيتعمل عليها ترانزيشنز والتحولات اشرف حكيمي. لو مش موجود صدقنا يا كريم كانت الموضوع اختلف تماما، لان التحولات دايما بتعتمد على اشرف حكيمي وعلى يوسف بوفال، بس اشرف حكيمي مش موجود ما كنتش هتشوف القوه دي للمنتخب المغربي، لان يوسف عطيه الله الماتش اللي فات كان واقف، ولكن اشرف حكيمي دفاعيا كان قوي جدا جدا، موت برناردو سيلفا الماتش اللي فات يا كريم. اي 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 صراعات واحد على واحد قوي جدا. الناس كانت بتقول لك اشرف حكيمي متميز في 3 5 2، لا هو متميز في اي حاجه دفاعيا وهجوميه بصراحه، يعني لعيب اكتر من رائع. صحيح. محمود انا بشكرك شكرا جزيلا، ان شاء الله باذن الله الافراح دي ما تخلصش معاك لحد ما ترجع من كاس العالم، تبقى مع الجماهير المغربيه دايما. ديما مغرب نقولها على طول ونفضل نشجع معاهم ونساند ونفرح معاهم على طول. انا بشكرك شكرا جزيلا محمود شاكر، مراسل التلفزيون المصري برنامج رقم 10 من القطر مقر كاس العالم 2022.